بهدف تعزيز المهارات في مجال العلاج الطبيعي، نظمت اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة في اللجنة العمانية للطب الرياضي ومكافحة المنشطات ورشة إعادة التأهيل والاستشفاء للأنسجة العضلية والعظام. هو موضوع مهم جدا بالنسبة للرياضيين، لأن أغلب الإصابات بتحصل في المفاصل، زي مثلا التواء القدمي. ممكن هذا الالتواء يبعد الشخص الرياضي عن المجال الرياضي تماما ولو حتى لشهور، فبالتالي بيعطل الفريق أو الفريق بيضطر يستغنى عنه ويستعين بلاعب آخر وهكذا. فنحن نعمل عملية استشفاء سريع تأخذ من فترة لثلاث أسابيع لأربع أسابيع، فإحنا بنسرع من عملية الاستشفاء. وتركزت أعمال الورشة على المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية في العديد من المحاور، من بينها مهارات التقييم اليدوي والميكانيكا الحيوية والتشخيص المبدئي التفريقي وقوانين ومصطلحات العمود الفقري والاختلالات الوظيفية والفحص الهيكلي للاستيوباثي. والله عملية التشخيص أول شيء إحنا نأخذ التاريخ الطبي من الشخص، وهذا شيء واجد مهم على أساس أن أنا وأنت ما بنكون نفس المسار اللي مرينا فيه. حتى لو أنا صرت أنا مثلا، خلينا نقول أن أنا جالي كسر في المعصم وأنت جات لك نفس المشكلة، ولكن المسار اللي أنت مشيت فيه، طريقة العلاج اللي أنت مشيت فيها، أسلوبك اللي أنت تمارس في حياتك، أنت رغبتك أو هدفك من الرجعة أو العودة أو الاستشفاء من هذا إيش تريد توصل له، هذا يساعدنا أن نحدد إحنا، أنا بحيث أن إحنا نحاول نوجد أساس المشكلة، من إيش أنت تشتكي، إيش الأشياء اللي أنت ما تقدر تسويهم، وإيش أنت ترغب توصل له. وإحنا نعمل بشكل عام يعني أن نحاول أنك نوصلك الأقصى إنتاجية تقدر توصلها في المجتمع المحيط فيك. كما هدفت الورشة إلى التعرف على فلسفة علم الاستيوباثي وفهم وتطبيق الميكانيكا الحيوية على الجسد، كما هدفت إلى تحديد وتشخيص الخلل الوظيفي الجسدي وتعلم مهارات التقييم اليدوي ومراجعة الاختبارات الحركية الهيكلية المساعدة في التشخيص. هو طبعا يعني من الأشياء اللي نحن رجعت وأكدت علينا هذه الورشة أن الجسم عنده القدرة الذاتية على الاستشفاء، نحن اللي نسوي فقط أنه نخلي جاهزيته لأنه ينتقل لمرحلة الاستشفاء، هذه تكون أفضل، وبطريقة يعني نتأكد أن الاستشفاء يكون متوجه إلى بطريقة صحيحة من أنه يحصل أي عرقلة في هذا الموضوع. وجاءت هذه الورشة سعيا لتوفير بيئة تعليمية فعالة لأخصائي المنتخبات الوطنية وخبراء التأهيل في سبيل تحسين رعاية الرياضيين وتعزيز أدائهم البدني. أحمد بن حسين العجمي، محافظة مسقط.